Eat Right Light مثل كل يوم خميس مع نتالي ياري. صباح الخير نتالي. صباح الخير ستيفاني. كيفك اليوم؟ مبروك النقلة. ثانك يو. أنت أول مرة بتجيعي معنا من هالستوديو، أنا ثاني مرة اليوم. ومبروك لك كمان، كثير حلو السيت وفي قصص جديدة كمان بـ Eat Right. ما بقى في بالانس، ما بقى رح نقول بالانس، رح نصير نقول أكيد Eat Right. Eat Right. وكل مرة بدك تحضري لنا موضوع جديد. صح، كل يوم خميس. سميت الفقرة Eat Right Light، يعني رح حاول أقدم فوائد المأكولات وقت اللي منخففها، وكيف فينا نخفف إشياء كتير منحبها، كيف فينا نختار المأكولات تكون مخففة أكتر. سو كل خميس Eat Right Light أكيد رح يكون في إشياء شوي غريبة الناس ما بتتوقعها، مثل اليوم مثلا بيتزا معلقتين بحياتي مش أكلتها. مزبوط. قلتي لي بس جيت الصبح ستيفاني محضرت لك شيء كتير طيب بديك تدوقيها وتعطيني رأيك بعدين. معلقتين ابدا، نعرف كبة اللقطين، نعرف شوربة اللقطين، بنحضر كذا شغلة باللقطين، بس انه ناكل بيتزا هيدي بعد ما سوقك عليها. هلا البيتزا ستيفاني، ليش فكرت بالبيتزا؟ مين ما بيحب ياكل بيتزا؟ ودائما كبار وصغار بياكلوا، كبار وصغار بيحبوا البيتزا. عادة بس نكون نحن بدنا ناكل بيتزا عندنا مثل هيك اوقات قلت فيلينغ انه دسمة، انه يمكن الطبق اللي عم ناكله فيه كثير كربوهيدرات، فيه كتير نشويات، فيه كتير دهون. سو اليوم البيتزا رح حضرها بدون طحين، بدون طحين. العجينة هي معمولة من اللقطين. أنا توقعت تحضريها مع هول ويت هيدا. لا هي طحين. هي ما مثل مثل ما كنت عم بقول انه الطبق اليوم رح يكون لايت، تقريبا نص سعرات الحرارية بقطعة البيتزا. وما في عجينه، يعني الكراست، يعني بدل الشقفه بناكل شقفتين. مزبوط. بدل العجين انا استعملت لقطين، وراح فرجي للمشاهدين كيف حضرتها هالبيتزا. بدنا اكيد لازم نعرف شغله قبل ما نكفي، انه هذه البيتزا جلوتين فري. اوكي. سو الاشخاص اللي عندهم حساسيه على الطحين ممكن انه اكيد يتناولوها هيدي افكار، لانه بعرف انه كثير اشخاص بيجوا لعندي على العياده عندهم هالحساسيه هي، ما بيقدروا ياكلوا بيتزا وبيتعذبوا كرمال تا يقدروا يلاقوا هاللذه هي. سو هيدي جلوتين فري، قليله الكربوهيدرات، يعني ما فيها نسبه نشويات عاليه، وغنية كتير بالألياف. نحن بنعرف إنه البيتزا بتحتوي بالقطعة حوالي جرامين، جرام ونص من الفايبرز. هالبيتزا هاي فيها حوالي 4 جرامات من الألياف. سو زدنا ألياف، خففنا كربوهيدرات. كمان يلي بيعمل كونستيبيشن عنده اكتئام كمان إذا أكلها هيدا الشيء كمان بينفع. صح مزبوط. وأكيد هي جلوتين فري. سو أول شيء نحن بحاجة إلى بحاجة لأكيد لقطين. لقطيني حوالي منا كتير كبيرة، يعني أنا بالريسيبي تبعيتي استعملت لقطيني صغيرة. هوني أهم شيء ونركز على اللقطين نتالي أو دايما منلاقي. هلأ بلشت اللقطين، وقبل ما كفي بالريسيبي بس تنعرف قدي بيضاين اللقطين. كتير من الأوقات بنقول أنه اللقطين فينا نتركه كل الشتوية، بدنا ننتبه أنه بس نشتري اللقطيني بتضاين بين 3 شهور لماكسيموم 6 شهور. هلأ أكيد إذا بدنا نكلها إذا ما قصيناها أكيد. رح ناخد اتصال نتالي اليوم بنتابع. الو بونجور. بونجور شربل. اسمي شربل سابق. ما في مسابقة. سابق اوكي، سمعت مسابقة. كيفك شربل؟ مين؟ تفضل. مبروك على ام تي في. ثانك يو. ميرسي ميرسي ميرسي. بدي اقعد مع دكتورة. تفضل تفضل. شو تسمع؟ وزو دكتورة بسرعة شربل. دكتورة. نعم تفضل. بدي سؤالي بعد خدا فين إذا بتبسي؟ ما سمعت شو السؤال. بعد خدا، بعد الغدا في يشرب قصص غازوز. اوكي. دايما بتحب تاخد اشياء غازية شربل؟ مقطع. اوكي. المشروبات الغازيه عاده ما لازم نتعود عليها، خاصه اذا فيها سكر. قد ايه عمرك شربل؟ نقطع.
اوكي عاده المشروبات صغير. المشروبات الغازيه بالاجمال ان كان صغار او كبار اكيد لازم نحاول قدر المستطاع انه نخفف منها، لانه اذا كانت فيها سكر اكيد بنكون عم نزيد نسبه السعرات الحراريه والسكر اللي نحن مش بحاجه له، وكمان بنكون عم ناخذ عم نعود معدتنا على فوليوم معين او على سعه معينه، بنكبر معدتنا حتى اذا اخذنا المشروبات الغازيه من بعد الغداء، حتى إذا شربنا مي هلا من بعد الغداء من وقت لوقت فيهم سكر. مزبوط سو عم نشتغل على شغلتين، السكر ما بيعمل فيرمنتاسيون اكثر من المي مبلا، بس مش هون المشكله، المشكله منا بالفيرمنتاسيون لانه المعده عم تشتغل عم تهضم الماكولات الهيئه امه لشربل قالت له ما لازم تشرب، قال له بدي تعرفين واسال نتالي، بس بعد ما جاوبته لشربل بيقدر ياخذ مشروبات غازيه بس مش كل يوم مع الاكل، سو مرة بالأسبوع ماكسيموم مرتين بالأسبوع كباية صغيرة أفضل من أنه يتعود دايما يشرب مع الأكل وخاصة مشروبات غازية. أوكي ناخذ اتصال تاني. ألو ألو بونجور. بونجور تفضلي. سوري أنا بدي أسأل سؤال بعيد شوي عن الموضوع. تفضلي. بنتي عندها حساسية على الجلوتين. نعم. وكمان على الكورن، ما عم نلاقي شيء بالسوق الا ما داخل له كورن لو كان جلوتين فري. اوكي شو بدي اعمل له؟ كبديل للسيريال او للحبوب فيك تستعملي الرز، طحين الرز هو بديل. هلا عادة مثلا اليوم الروسيت فيك تعطيها لبنتك لانه ما فيها ولا طحين ولا درة ولا قمح ولا درة حسب الاطباق، بس بالاجمال البديل افضل بديل هو البطاطا والرز، يعني كبديل للنشويات وفيها تحضرهم بالبيت قبل بوقت هي اذا ما لقيت غير منتجات. لكن بنكفي بالروسيت تبعيتنا، لكن كنا عم نحكي انه اللقطين غني كثير بالفيتامين بالكاروتين اللي او بيتا كاروتين، والبيتا كاروتين بتتحول بالجسم لفيتامين ا، وهيدا شغله كثير مهمه كمواد مضاده للتاكسد نحن بحاجه الى بطريقه منتظمه. اللقطين فيه كثير الياف، فيه نسبه مي مهمه دونك فيه قليل سعرات حراريه، وكمان اللقطين هو بيحتوي على كمية لا بأس بها من الفيتامين سي. طيب كيف نعمل البات؟ هلا البات أول شغلة بدنا أكيد لقطينة، منزيد على اللقطين بدنا أكيد نتبلها، منأخذ اللقطينة منفضيها منسلق اللقطينة أو فينا نشويها. عادة فينا نشويها بالفرن، عادة اللقطينة بس نشويها بتنشف الفوا طبخناها. إذا بس نسلقها بتصير مي؟ ما لازم نحطها بالمي، اهم شيء انه ما نحطها بالمي، يا بنطبخها بالبخار يا بنشويها، لانه مشكله اللقطين مثل ما كنت عم بقول انه فيه كثير مي. سو بنطحنها شوي صغيره للقطينه وبنصفيها يا بكيس اللبنه او بالمصفيه لانه تنروح اكيد من كميه المي اللي موجوده فيها. بنضيف لها هل صارت شوي عجينه اللقطينه، بنزيد عليها بيضه، بنزيد عليها حس ثوم مدقوق، منزيد عليها ملعقه زعتر، وهيدي العجينه اوريدي صارت جاهزه، ما بعرف اذا فينا نشوفها على الهواء. سو مثل ما كنت عم بقول سلقنا اللقطينه او طبخناها، واكيد بدنا نزيد لها جبنه، جبنه البارميزان تقريبا ربع كوب من جبنه البارميزان اللي هي رح تساعدها انه تنشف وتعطي هالكريسبينس اللي نحن عم نفتش عليها. سو دونك هيدي العجينه عملناها، بنحطها على بصينيه بالفرن لحوالي 40 دقيقة، بدنا نطول بالنا نحطها على نار خفيفة لأنه أحسن ما تحترق. ما بتحط شيء تحت الصينية؟ بلا، لازم يا تكون صينية ما بتلزق أو بنحط بابيي واكس بيبر كرميل تما تلزق أكيد الصينية. سو عملنا نحن وعم نحط الصينية بالفرن بدنا نعمل الصوص، أكيد صلصة البندورة اللي نحن معودين عليها، بنستعمل بندورة بنستعمل المطيبات كرمال تنحضر صوص البندوره للبيتزا.
بنحضر فطر، انا هون حطيت فطر فليفله حمراء، تنزيد الياف، تنزيد بصر. اكيد الوان بروكولي، وفينا نزيد سبانغ بعدين على الوش، بيبي سبينتش طيب كثير معه. وبالاخر اذا فينا نشوفها على الهواء، منظهر صينيه الكراست من الفرن، ومنحط البندوره، منحط الفيلينغ، واكيد الجبنه اللي هي حوالي تقريبا كوب من الجبنه، كوب صغير من الجبنه المبروشه. وانا استعملت جبنه قليله الدسم، يعني ايمنتال مخففه. بدنا نخفف سعرات حراريه، بدنا نعملها اكيد جروير لايت. صح، جروير او ايمنتال لايت. بالنهايه ما بدها كثير، بنحطها على الجريل كرملتها تتحمر مزبوط، لانه بعرف انه الاشخاص اللي بيحبوا البيتزا بيحبوا انه البيتزا تكون مقرقشه. سو بالنهايه من بعد يعني تقريبا شي 10 دقائق بالجريل تخلص البيتزا، واكيد بنكون حضرنا بيتزا خاليه من الجلوتين، خاليه من النشويات، لانه انا ما حطيت طحين ابدا. سو الاشخاص اللي عندهم حساسيه على الجلوتين ممكن انه يتناولوها، واكيد ما فيها سعرات حراريه اللي جايه من الطحين، لانه بالنهايه السعرات الحراريه بالبيتزا هي من الجبنه ومن الطحين. خففنا الجبنه وما حطينا طحين. شغلة تانية هون ستيفاني هو انه عم ندخل خضرة زيادة، يعني دايما انا بقول كل ما لوننا صحننا كل ما كانت اكيد افضل. سو حطينا خضرة، حطينا بروكولي، فليفلة، حطينا بصل، فطر. سو هون البيتزا طيبة وبنفس الوقت ما فيها كتير سعرات حرارية. شغلة لازم نعرف قدي فيها كالوريز، لانه كل الناس بتفكر انه اوكي عم نوفر سعرات حرارية، قدي عم نوفر. هل بيتزا قطعة البيتزا، ما بعرف إذا هلا الكاميرا فيها فينا نفرجيها، قطعة من هالبيتزا هاي فيها حوالي 170 سعرة حرارية. دونك نحن إذا بدنا نتغدى بيتزا فينا ناخذ قطعتين حسب أكيد يعني. مزبوط، أكيد بدنا ناخذ محدة سلطة عالية شوي نتالي. حاولت قصة البورسيون اللي لازمة. دونك هيدي هي دونك شقفتين منها، شقفتين منها فيهم حوالي 340 سعرة حرارية، اللي هن ما ننسى انه ما فيها نشويات، غدا قد غدا يعني. صح، يعني أوكي. كمية الكربوهيدرات اللي عم ناخذها، خاصة مثلا لشخص عنده سكري ويهمه انه ينتبه قد ايه عم ياخذ نشويات او كربوهيدرات، بعدهم لانه صح. بالنهاية ممكن انه ياخذ قطعتين من هالبيتزا مع شيء ثاني، لانه ما ننسى انه الغدا تبعنا. بدي اسالك شو فينا ناكل حتى سلطه؟ فينا ناخذ سلطه، حتى فينا نضيف يمكن اذا جاء عبالنا ناخذ شقفه بطاطا او يمكن قطعه لحمه. دونك فينا كثير فلكسيبل هالنوع من البيتزا، اكيد بتخلينا ناكل كميه اكثر ونشبع اكثر. وبالنهايه هلا بدي ذوقك اياها ستيفاني، غير انه فيها نسبه كربوهيدرات قليله، الياف زياده، عم ناخذ كمان فيتامينات اكثر، عم نفيد حالنا واللذه بعدها موجوده. يعني النظام الغذائي او الدايت او الهيلثي دايت مش ضروري تكون شيء مش طيب. البيتزا كثير طيبه، الاولاد حبوها اول مره. مزبوط، عملتها كرميل ايترايت وما كنت رح اقدمها لو ما كانت طيبه. سو انا شور اتس فيري فيري جود. اللذه لازم دائما تكون موجوده وقت اللي نكون، حتى اذا بدنا نحافظ على صحتنا. ثانك يو ناتالي، نرجع بنشوفك بكره ان الله راد، رح نكون سوا. مزبوط، مشاهدينا وقفه منتابع لايف.